سوشيال ميديا. يلا معايا، يلا يا جماعة. محمود عبد العزيز، تحياتي لك كابتن شوبير. كابتن عادل، هم ليه لجنة الحكام سايبين الخطأ الأساسي وماسكين في اللي سرب الفيديو؟ احنا ليه طول الوقت في مشاكل تحكيم، وده جامل ده وده ما جاملش ده؟ ليه ما فيش عدالة وضمير وهم مش خايفين من ربنا؟ طيب رد عليا بسرعة. هقول له ايه؟ اقول له كلامك صح، بس يعني هو قلة إمكانيات. أنا من وجهة نظري اللي بعدي. عبد الحميد عطيان، لماذا لا نبحث من الآن على صفقة مهاجم سوبر وسط مدافع سوبر ومساك مميز، وهذا سيكون الأهلي مرعبا؟ هل الأهلي محتاج الثلاث صفقات دول؟ يعني النادي الأهلي محتاج إنه يجمد شوية بسرد باك تاني من وجهة نظري، علشان أنت هتلعب مباريات صعبة جدا دفاعيا، فأنت محتاج حد جنب يعني منعم سيف كبير طبعا، رغم ان رامي شغال كويس وياسر شغال كويس واشرف داري يبقى كويس، انا محتاج واحد رابع كويس. اللي بعد، الهام عبد المنعم، ممكن اسال سؤال؟ هو ليه الاهلي يلعب السبت والخميس فرق اربع ايام، والزمالك يلعب الجمعه والجمعه اللي بعدها فرق ست ايام؟ حدش اتكلم ليه حتى الان، ولا هو ده بقى العادي؟ بس خلي بالك الدوري السنه دي معمول بفعل بالكمبيوتر، الشركه الالمانيه، والوضع هيتعكس بعد كده. واكيد اكيد ولكن انت الحمد لله ده احنا اربع ايام كنا بنلعب بعد كل ثلاث دقائق كنا بنلعب. صحيح، كنت هقول لك كل نص ساعه. اللي بعد، محمود الجوكر، مساء الخير عليك كابتن شوبير. سؤالي للكابتن عادل، مستوى التحكيم سيء ليه؟ هل التحكيم محتاج رئيس حكام اجنبي؟ هو قال في عقوبات السنه اللي فاتت المفروض تطلع قبل الدوري الجديد ما يبدا، المهاجم الاجنبي، بترشح مين يا كابتن عادل؟ المهاجم للنادي الاهلي؟ لا انا ما فيش في دماغي حد دلوقتي، رغم ان انا اتمنى ان احنا نبص لسوق امريكا الجنوبيه. امريكا الجنوبيه. اللي بعده، ماهر النشار، انت مشيت لي بسرعه من سموحه مع انك مدرب قدير ودربت في الخليج. شرحنا يعني. نعم. لانه فرج عمر اتسرع قوي. نعم. اللي بعد، امينه، تحياتي ليك كابتن شوبير، دايما متالق كابتن عادل عبد الرحمن. سؤالي للكابتن عادل، ايه اللي بيخلي حسين الشحات محافظ على مستواه؟ تالق طاهر، محمد طاهر مع كولر في المقابل، ليه اداء رضا سليم وبيرسي تاو متراجع؟ هل شايف ان طاهر حجز مكانه بشكل نهائي على حساب رضا سليم وتاو؟ لا، هي فترات يعني. هو فعلا طاهر عالي جدا الفتره دي، ورضا سليم كان عالي برضه، وتاو كان عالي. احنا محتاجين كل اللعيبه. اي مدرب محتاج ان هو كل اللعيبه تبقى عنده بجاهزيه، ولكن الوقت ده وقت حسين ووقت طاهر، وعادي، ودي في الكوره عاديه جدا. وان شاء الله رضا يرجع وتاو يرجع باذن الله، لان رضا سليم ده من احسن الصفقات اللي جبناها طبعا. اللي بعد، عبد الله رضوان، السلام عليكم كابتن شوبير، تحياتي للكابتن عادل عبد الرحمن. سؤالي له، في رايك انه معلول لو اتأيد في يناير يكون افيد من تاو يلعب في الثلث الهجومي؟ تاو مستواه متذبذب، لكن معلول مستواه ثابت دايما. وايه رايك في عمر كمال لو لعب 8 جنب امام؟ مش يكون افضل، بيعرف يتحرك في المربع الهجومي، بيشوط كويس. ما بخليني في الجزء الاولاني يا كابتن شوبير، علي معلول ما افتكرش ان احنا يعني نجازف باثنين محترفين. علي معلول اداؤه كان مميز وجميل جدا، وعلي معلول بقى ايقونه للنادي الاهلي، ولكن المحترف لما بتتكلم باحترافيه وبتفكر باحترافيه، الفرقه اهم من اي لاعب يعني. طيب، ما افتكرش انه ممكن تحط اتنين مدافعين يبقوا باك ليفت محترفين. نعم. غلط يعني، مش صح. لكن حته انه يلعب في الجزء الهجومي برضو في صعوبه، ما تجيب حد كمان. افضل عمر ماله لو لعب 8 جنب امام. عمر كمال في حاجه مهمه جدا، الراجل خلاص جابه جوكر، هو فكر في جوكر. نعم. بس في حاجه مهمه جدا. نعم. دائما الجوكر بيفيد الفرقه اكتر ما بيفيد نفسه، بمعنى بيبقى مظلوم شويه لانه ما بيبقاش اساسي. طيب، ولكن محتاج انت واحد او اتنين. واللي جاي اخر، يلا اللي بعديه، احمد عبد ايه لبداني، احمد اللبداني، اسف، احمد اللبداني. احلى مساء على كابتن شوبير، وش السعد وكابتن عادل عبد الرحمن، نجم خط الوسط في التسعينات. سؤال لحضرتك كابتن، هل كابتن حسام حسن سوف ينجح مثل كابتن جاري في وجود منتخب قوي مثل جيل التسعينات، عندما كنت انت في مونديال 90 مع كابتن قوي مثل كابتن جاري؟ يعني انا شايف ان كابتن جاري لا يقرر، كابتن جاري في مصر، ولكن حسام حسن يقدر يعمل
التاريخ ليه. نعم. هشام حسن مدرب من المدربين المصريين اللي نتمنى له النجاح ونتمنى له يعلى ويعمل اقصى حاجه وينجح اكبر نجاح رب. علشان نجاح حسام حسن هيفتح الباب كتير قوي لجميع المدربين المصريين. نتائج دوري ابطال اوروبا النهارده، كلوب بروش كسب استون فيلا الانجليزي 1-0، شختار دونستك الاوكراني كسب يانج بويز السويسري 2-1، انتر كسب الارسنال 1-0. ايه الانهيار اللي حصل في الارسنال؟ الكبار عمالين يقعوا. فاينالد روتردام بيخسر على ملعبه من ريد بول سالزبورج النمساوي 1-0. بايرن ميونخ بيكسب بنفيكا البرتغالي 1-0. شتوتغارت الالماني بيخسر 2-0 من اتلانتا الايطالي. باريس سان جيرمان بيخسر على ملعبه 2-1 من اتلتيكو مدريد الاسباني. سبارتا براغ التشيكي بيخسر 1-2 من ستاد بريست الفرنسي. وسيرفينيا الصربي بيخسر 5-2 امام برشلونه. كابتن عادل نورتنا. ده اللي بقوله لك، معلش يا كابتن. نعم. ده اللي بقوله لك، في الانديه الكبيره دايما بتبدا، عاوز تبدا قليل. نعم. زي الريال وزي المان سيتي وزي الارسنال. عايز تبدا بالتدرج، فاتخطفت من الانديه دي. احيانا هو ما بيحبش الانديه الكبيره، ما بتحبش تدخل 100%. ملعبها 3 وتخسر. ما انا بقول لك كابتن، هو المفترض انه يطلع تدرجي.